السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة ساينس كابيتال مع الأستاذ محمد سعيد رحمة. يلا بينا نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله أعزائي طلاب الصف الرابع هنبدأ نشوف أهم اليونتس أو أهم الأجزاء بتاعة الترم الثاني، وهنشوف مع بعض يونت 3 Energy and Fuel أو الطاقة والوقود. وأظن دي خدنا مقدمة عنها في الترم الأول أو الفصل الدراسي الأول، واتكلمنا عن قانون حفظ الطاقة، واتكلمنا عن الكينيتيك إنرجي والبوتنشال إنرجي، كل ده خدنا عنه معلومات وهنبدأ نكمل عليها إن شاء الله. أول شريحة بيقول لك get started what I already know، يعني إيه المعلومات الأساسية اللي أنا أصلا أعرفها عن الدرس ده أو عن الموضوع ده قبل ما نبدأ. فبيقول لك during the first term of this year you have learned the meaning of energy and the relationship with work and movement. عرفنا العلاقة ما بين الwork والmovement والenergy، وإن الإنسان علشان يعمل أو الكائن عشان يعمل أي مجهود لازم يبقى عنده الأول طاقة energy متخزنه جوه جسمه، بعد كده الطاقة دي بتتحول لبوشنج فورس أو بالينج فورس، وبعد كده لو الجسم اتحرك مسافة معينة يبقى ده معناه إن حصل ورك. خدنا الكلام ده قبل كده. وبيقول لك بعد المقدمة البسيطة دي in this unit we are going to learn more about energy and fuel، هنتعلم بقى كتير جدا عن الإنرجي والفيول والطاقة الكيميكال إنرجي أصلا، لأن الفيول أصلا جواه كيميكال إنرجي أو نوع من البوتنشال، هي البوتنشال كيميكال إنرجي أو الكيميكال بوتنشال. وهنبدأ نشوف بقى أنواع الوقود إيه ومميزاته إيه وإيه أفضل أنواع له بحيث إنها ما تلوثش البيئة أو كده. هيبقى ده موضوع اليونت ده. يعني أول حاجة بيقول لك there are many forms of fuel that man uses in his daily life such as، يعني في مصادر كتيرة جدا للفيول أو الوقود اللي إحنا بنستخدمهم في حياتنا، لأن في ناس معتقدة إن معنى كلمة فيول أو وقود إن أنا بس حاجة أحطها في العربية أو بنزين. لأ طبعا، ممكن يكون الوقود ده عبارة عن خشب اللي بنتدفى بيه مثلا أو نولعه أو كده لو واحد بيشوي أو كده، ممكن يكون عبارة عن فحم، ممكن يكون فعلا عبارة عن جازولين أو بنزين بنحطه في العربية، ده نوع من أنواع الفيول. ولو تلاحظ إن كلهم بيدونا طاقة حرارية أو الهيت إنرجي، أو بتتحول الطاقة من كيميكال لهيت من بوتنشال لكاينتك. وممكن كمان يكون نوع الوقود ده ناتشورال جاز أو غاز طبيعي اللي هم ساعات بيحطوه في العربيات برضو دلوقتي، أو اللي احنا بنطبخ بيه في البيت، برضو ده نوع من أنواع الفيول أو الوقود. يبقى خلي بالك دي أمثلة من الفيول ممكن تتسأل فيها في الاختبار، يقول لك مثلا mention some forms of fuel that we use in our daily life، انت هتقول الشوية دول طب بنستفاد منهم ايه بقى. بيقول لك بقى man use this energy to produce from burning fuel in many purposes، في أغراض كتيرة such as، يعني الإنسان بيستخدم الطاقة اللي بتطلع منهم دي الطاقة الحرارية الهيت انرجي في حاجات كتيرة زي الكوكينج، زي الوارمينج أو التدفئة، زي الموفينج كار تحريك العربية، إن أنت العربية تمشي وتنقلك من مكان لآخر. يبقى خلي بالك إن أنت استخدمت الهيت انرجي دي في حاجات كتيرة، من ضمنها الطبخ، من ضمنها التدفئة، من ضمنها تحريك العربية. ودي حاجة ممكن يسألك فيها في الامتحان برضو، يقول لك مثلا what is the purpose of using many types of fuel in our daily life، يعني إيه هدف استخدام أنواع كتيرة من الوقود في حياتنا. يبقى أنت هتقول له for cooking, warming, moving cars. ممكن يقول لك مثلا mention one use for coil أو الفحم أو فور جازولين، على طول هتقول موفينج كار، يبقى خلاص ممكن يربط لك الاثنين ببعض يعني. طيب الناتشورال جاز يبقى كوكينج مثلا وهكذا. بعد كده بقى بيقول لك also man use the energy produced from burning fuel in generating electricity that is used in، وممكن كمان نستخدمها في انتاج الايه الكهرباء، مش بس في ان احنا ننتج هيت انرجي عشان نطبخ وكده، لا احنا ممكن كمان نطلع منها كهرباء في المولدات علشان نعمل ننور اللمض او lighting lamps and operating devices، ونشغل كل الاجهزه والمعدات اللي موجوده حوالينا زي التلفزيون والراديو، اي جهاز عندك في البيت بيشتغل بالكهرباء. يبقى انا دلوقتي استخدمت الفيول في كذا حاجه، من ضمنها ان بحوله حراره زي ما قلنا من شويه، او بحوله الكهرباء واستخدمه. بقول لك بقى in this unit we are going to study forms and types of fuel، انواع الوقود المختلفه ومصادره، هل هو رينيوبل مصدر متجدد
او نون رينيوبل مصدر غير متجدد، وطبعا المتجدد زي الشمس والمية والرياح اللي هو ما بيخلصش ومش بيلوث البيئة. وعلشان كده المصادر الغير متجددة لها تأثير ضار على البيئة، فبيقول لك هناخد برضو the impact of uses of some energy resources on the environment، يعني أضرار بتاعة استخدام المصادر الغير متجددة زي البنزين وكده على البيئة والتلوث اللي هي بتعمله. وهندرس كمان how can electric energy be generated in electric power stations، ازاي بتنتج في محطات توليد الكهرباء. هناخد برضو the importance of using renewable resources، أهمية استخدام المصادر المتجددة وإنها بتحافظ على البيئة وإنها مش بتخلص. تمام، instead of non-renewable، بديلة المصادر الغير متجددة. وهناخد كمان difference uses of solar energy، استخدامات الطاقة الشمسية as renewable source of energy، كمصدر للطاقة المتجددة. وخلي بالك إن الشمس هنا مصدر دائم للطاقة وطاقة الأمواج كمان. using wind and water to generate electricity، يعني نستخدم ازاي نشوف ان احنا من الشمس ومن السدود ومن الرياح، كل دول ممكن نستخدم منهم الايه او نولد منهم الطاقه الكهربائيه. وفي كمان عندنا في الوحده ديت مشروع او بروجكت بيقول لك at the end of this unit you are going to do a research project about water، هتاخد مشروع بحثي عن الميه. and as one of the energy resources and how to use the kinetic energy in the flowing water of rivers to generate electric energy by building dams، بانك تبني سد on these rivers، على السد على الانهار ديت، والسد طبعا تخلي المايه تدخل منه في مجاري معينه زي ما انت شايف وتحرك توربينات وتولد كهرباء. خلاص. and you will also search for the effect of construction of these dams on the surrounding environment، وهل بناء السدود ده هيأثر في البيئه اللي حواليهم ولا لا. وبرضه خلي بالك في مصادر جديد دلوقتي من الطاقه زي شجره الرياح دي اللي هي اصلا غير مكلفه تماما، واي شويه هواء ممكن يحركوها وتشغل عمارات كامله وتدي لهم الكهرباء اللي هم عايزينها. يبقى خلي بالك ان الدول كلها بتطور دلوقتي انها تستخدم المصادر المتجدده دي في توليد الكهرباء. بعد كده بقى بيقول لك كمان في مشروع كمان اسمه السخان الشمسي او الطباخ الشمسي، السولار كوكر. ده عباره عن جهاز كده زي الدش كده بيجمع اشعه الشمس، وانت بتحط له المكان الاكل يعني في الحته اللي الاشعه دي بتتجمع فيها، فيسخنها ويطبخ لك الاكل زي ما انت شايف كده. يعني مشروع جميل جدا ورخيص جدا وعملي لدرجه لا تتخيل. يعني شوف الراجل ده مثلا بكل بساطه، ولا تاخد معاك انبوبه ولا اي حاجه، هو الشمس هي اللي هتطبخ لك الاكل. واول ما تخلص بيشيل الحله، بيفهمك يعني بيقول لك انت هتشيل حله تاني وتطبقه وتعينه معاك عادي جدا، مجموعه الواح طاقه شمسيه كده شايف زي شويه مرايات بس كده. فافكاره كتيره بقى واشكاله كتيره جدا. برضو ممكن تعمل البحث بتاعك عن حاجه زي كده. بيقول لك at the end of this unit you are going to create a model of a solar cooker، انت اللي هتعمل الموديل اللي قدامك ده باي ادوات انت عايزها. خلاص كده. that uses the solar energy in sunny regions، في المناطق اللي فيها شمس قويه يعني، to cook food، انك تطبخ بيها الاكل. And you have to use the steps of the engineering design process، لازم تستخدم خطوات التصميم الهندسي المعروفة that you have learned in the previous educational grades to create your solar cooker model، عشان تصنع النموذج بتاعك ده. Then you have to test it، لازم تفحصه، تطلع فوق البيت كده أو في البلكونة لو في شمس قوية وتتأكد إن هو شغال يعني. And write some ideas to improve your solar cooker model، وانك تكتب بعض الطرق انك تحسنه بيها او تخليه يجمع الاشعة اكتر او تخليه سهل الفتح والقفل او تقلل وزنه. حاول ان انت دايما تطور في المنتج بتاعك وتخليه ان هو قابل للايه للبيع يعني. وخلي بالك ممكن تنتج فعلا حاجة زي كده وتعمل شركة وتكسب منها يعني. ده كان مقدمة بسيطة بس عن الايه عن الوحدة قبل ما نبدأ فيها. هنبدأ دلوقتي يا أولاد في أول كونسبت في يونت 3 اسمه Devices and Energy، الأجهزة المختلفة والطاقة اللي هي بتشتغل بيها أو الطاقة اللي هي نقدر نقول إنها بتتحول جواها من صورة لصورة تانية. Lesson 1 اسمه أو Activity 1 Can you explain، ممكن توضح لنا أو تشرح لنا أو تمهيد بسيط يعني. جايب لك مجموعة من الديفايسز، التلفزيون، الفان، الموبايل فون، التلاتة دولت. بيقول لك The pictures above shows some of the devices in which energy is converted، اللي جواها الطاقة بتتحول من صورة لصورة تانية. طبعا الموبايل والتلفزيون خدناهم قبل كده، والمروحة كمان قلنا ان الطاقة جواهم بتتحول من electric energy الى sound ولايت لو كان تلفزيون او موبايل، وكمان الى
كاينتيك انرجي او ميكانيكال انرجي جوه الالكتريك فان او المروحه. يبقى ده معناه ان كل جهاز فيهم او كل ديفايس فيهم بيحول الطاقه فعلا من صوره لصوره تانية او من حاله لحاله تانية. يبقى خلي بالك فعلا في ارتباط بين الكلمتين دول، وعشان كده سمى الكونسبت الاول ديفايسز اند انرجي. بعد كده بيقول لك بقى امثله تانية ان الطاقه بتتحول من كيميكال لميكانيكال في الدراجه، من الكتريك للايت في اللمبه، من لايت لكيميكال في النباتات بالفوتوسينس بروسيس، وفي امثله تانية وصور واشكال كتيره للديفايسز او الاجهزه اللي حوالينا وتحول الطاقه جواها من حاله لحاله تانية او من صوره لصوره تانية. يبقى في النهايه لازم نعرف ان الموضوع كله عباره عن تطبيق لقانون حفظ الطاقه اللي احنا قلناه قبل كده. خلاص. طيب بعد كده بيقول لك what type of energy transformation are required for sunlight to operate these devices. الأجهزة المختلفة دي بقى ايه أفضل حاجة ممكن نعملها لضوء الشمس عشان نخلي الأجهزة دي تشتغل بضوء الشمس؟ فقال لك أفضل حاجة انك تستخدم صورة من صور الطاقة اللي هم كلهم بيشتغلوا بيها اللي هي الكهرباء. فلو انت تلاحظ كده مثلا الشمس طبعا مصدر كبير جدا من الطاقة الحرارية، وبتطلع كل يوم كميات كبيره جدا من الراديشنز او الاشعه. لو احنا قدرنا ناخد الاشعه دي ونحولها لكهرباء، اولا هننقذ البيئه، هنمنع التلوث، هنعمل مصادر رخيصه جدا، لان اشعه الشمس ملهاش ثمن. يعني انت بتطلع تقف في اي مكان في الشارع لو انت معاك خليه طاقه شمسيه هتاخد كهرباء ببلاش، او في البلكونه بتاعتك او فوق البيت بتاعك. يبقى خلي بالك العالم كله دلوقتي بيتجه للموضوع ده. نرجع لموضوعنا. هو قال لك بقى بما ان الانرجي كان بيتشنجت فروم وان فورم تو انذر، ايه المانع ان انا اخد ضوء الشمس ده واستفاد منه؟ بس عشان اشغل بيه الاجهزه مبدئيا معظم الناس بياخد الصن لايت ده يحوله لحاجه من اتنين، يا هيت انرجي، تمام، طاقه حراريه في السخان الشمسي او السولار هيتر، يا اما بيحوله الالكتريك انرجي او طاقه كهربيه في السولار سيل او الخليه الشمسيه. يبقى هما دول الحاجتين اللي معظم الناس بيستخدم او بيحول ضوء الشمس ليهم. وطبعا كلنا عارفين السولار سيلز اللي هي خلايا الطاقه الشمسيه بتدينا كهرباء، وانت بقى خد بعد كده الكهرباء وابدا ان انت استخدمها في اي جهاز او اي صوره من الصور اللي انت عايزها بعد كده. لكن لو انت اجبرت الشخص ان هو يستخدم السخان الشمسي، فكده الطاقه الشمسيه مش هتفيده غير في انه يسخن شويه الميه وخلاص، ويا ريت حتى تسخنها لدرجه الغليان او نستفاد من البخار، لا مجرد ان انت هتدفيها بس. يبقى الافضل انك تستخدم ضوء الشمس علشان تشغل الاجهزه انك تحوله الاول لكهرباء. يبقى افضل حاجه هي السولار سيل، مش السولار هيتر او السولار اوفن زي ما اللي احنا شفناه من شويه اللي هو الفرن الشمسي اللي احنا بنطبخ بيه ده. خلاص يا اولاد. يبقى هو بيقول لك هنا اهو امثله، وبيدي لك طبعا مصادر كهرباء كتيره جدا هي محولات كهرباء بتجمع الطاقه الكهربائيه من الالواح الايه الشمسيه ديت. وبعد كده بقى بيقول لك ان في تحولات تانية زي مثلا السخان الشمسي او السولار هيتر، ده بيدخله المايه البارده وبعد كده تمشي في مواسير كده جواه مع اشعه الشمس والماده السوداء اللي هم بيحطوها عليه زي ما انت شايف كده. هتبص تلاقي الايه المايه دي سخنت، ونتيجه سخونه المايه ديت انا ببلاش اهي من غير مدفع او كهرباء ولا اي حاجه خالص. وبيبقى في نظام تدفئه كامل كمان، ممكن المواسير بتاعه المايه السخنه دي ندفي بيها البيت نفسه، انها تمشي في الحيطان كده وتدفي الحيطه وتدفي المكان كله. ففي ناس كتيره شغاله بالسخان الشمسي ده، لكن انت برضو كده مش بتستغل طاقه الشمس صح. الافضل ان انت تحولها لكهرباء زي ما قلنا كده. خلاص. لان معظم الديفايسز دي ديبند اون الكتريستي، بتعتمد على الكهرباء. خلاص. اند تو جنريت الكتريستي يو كان كونفرت انرجي اوف ذا سن in different ways. وبالتالي لو انت قدرت تحول طاقة الشمس الكهرباء كده انت هتقدر تحولها لأي صورة تانية من صور الطاقة انت عايزها، ضوء بقى، صوت، حركة زي المراوح، زي ما انت عايز. يبقى انت قدرت تستفاد من طاقة الشمس فعلا بقى. يبقى الافضل هنا يا ولاد انك تحول ضوء الشمس الى كهرباء زي ما شفنا كده، او زي ما بنشوف دلوقتي في خلايا الطاقة الشمسية الجديدة، او اللي الشركات كلها بدأت تستخدمها وتحطها على المولات وعلى البيوت وفي الاماكن المشمسة كبديل للايه للجازولين اللي بيستخدم في توليد المحركات او المولدات. بعد كده بقى زي ما انت شايف خد بقى الكهرباء دي واعمل بيها كل اللي انت عايزه، شغل بيها كل الاجهزة وحولها لاي صورة تانية من صور الطاقة انت عايزها حسب ما يناسبك بقى جوه البيت او بره البيت، او حتى ممكن تشحن بيها العربيه لو العربيه بتشتغل بالكهرباء هي كمان. يبقى انت كده قدرت تستفاد صح من ضوء الشمس. خلاص. يبقى اوعى تنسى ان ضوء الشمس تحول لطاقه كهربيه، وده افضل استخدام له. الاكتيفيتي الثاني اسمه انرجي
ان ريموت كنترول كارز في العربيات اللي هي بالريموت كنترول، ودي عربية بتتحرك بدون سلك من عن بعد كده، بتقدر ان انت بالريموت تشتغل بيها او تحرك. هو جايب لك صورتين، لعبة قديمة او عربيات قديمة او عربيات حديثة، بيقول لك look at the opposite picture then answer the question in which picture can the child move the car remotely، يعني ممكن يحركها بالريموت. طبعا picture number 2 في الصورة التانية اللي هي اللي بتبين عربية بتمشي بالريموت كنترول. خلاص، ولو تلاحظ ان العربيات دي كتير جدا دلوقتي، وبقى فيها سباقات، وبقت لعبة منتشرة على جميع يعني في كل انحاء العالم، ومن عن بعد كده انت تقدر انك تستخدمها من غير اسلاك ولا اي حاجة، وتستمتع بيها وتلعب بيها. فالعلماء بدأوا ياخدوها بقى بعد كده ويطوروا من الفكرة دي، انهم يعملوا اجهزة بتشتغل من عن بعد، ويودوها المريخ، ويودوها كواكب تانية، واشغلها بالريموت برضو. وايه المنع كمان ان ندخل فيها الفكرة بتاعت الطاقة الشمسية؟ يبقى كمان العربية دي او الجهاز ده او الموتور ده بيشتغل كمان بالطاقة الشمسية. فبقول لك energy in remote controlled cars, many toy cars such as cars أو trucks أو planes and boats may be operated remotely، ممكن تتحرك من عن بعد أو بالريموت. However all of these toys need energy to move and perform activities like spinning in the corners and moving forward or even backward. يعني بيقول لك إن كل الحاجات اللي بتتحرك بالريموت دي لازم لها مصدر من مصادر الطاقة. هي بتتحرك بالريموت على عيني وعلى راسي، بس لازم يكون فيها مصدر طاقة، ومصدر طاقة قوي يخليها تعمل المهام المختلفة بتاعتها بوزنها الخفيف، وتقدر تروح وتلف وتندفع للأمام وترجع للخلف. يبقى لازم أنا أكون مصمم الجهاز ده أو اللعبة دي بطريقة أنها تقدر يبقى عندها مصدر طاقة متنقل معاها جواها متحرك ويكون خفيف، علشان أقدر أخليها تعمل المهام المختلفة اللي أنا عايزها تعملها بكل بساطة. طب سؤال بقى، هتجيب الطاقة منين؟ أقول لك in your opinion، يعني في وجهة نظرك، how do these toys get energy؟ فبيقول لك batteries البطاريات inside these toy cars are the resource of chemical energy، مصدر الطاقة الكيميائية، and this energy is converted into electric energy، بتتحول لطاقة كهربية، which is converted into kinetic energy and sound energy، اللي بتتحول بعد كده هي كمان لصوت أو إيه أو طاقة حركة في الكاوتش بتاع العربيات. زي ما انت شايف البطاريات أشكالها كتيرة وأنواعها كتيرة، جوه العربيات بقى بتتحط في أماكن معينة كده، وانت كل اللي عليك تغيرها لو باظت أو حاجة، لكن هي بتبقى بطاريات قابلة للشحن، كل شوية تشحنها تاني عادي وتخزن طاقة توصل ساعات لست وسبع ساعات. وأشكالها هي والشحن بتاعها هو البطاريات اللي هي بتشغل الايه العربيات دي. بعد كده بيقول لك بقى طيب سؤال، ولكن في مشكلة في البطاريات، what do we do when the batteries of these toys run out، يعني لما البطاريات دي تخلص. قال لك batteries can be recharged، ممكن نعاد شحنها تاني، by a connecting the device to nearby charge، انك توصلها باقرب شاحن او سلك شاحن، or by replacing the old batteries with new ones، او انك تستبدل البطاريات القديمة ببطاريات جديدة. لكن هم دايما بيحطوا لك بطارية قابلة لإعادة الشحن مرة تانية، بخلي بالك من النقطة دي برضو، ان حتى البطاريات قابله لاعاده الاستخدام او اعاده الشحن مره ايه مره تانية. طب ده ينفع في البطاريات او في اللعب القريبه هنا، لكن نفترض انا عايز ابعت مركبه تطلع على المريخ وتمشي ومش هقدر اشوفها تاني ولا اجيبها تاني اصلا، هي هتستخدم ولو باظت هتتركن وهطلع مركبه تانية. ايه بقى التكنولوجيا الجديده اللي هحطها بخليها تتشحن من نفسها؟ فكده لازم استخدم الخلايا الطاقه الشمسيه زي ما هنشوف بعد شويه. بعد كده بيقول لك check your understanding complete the following sentences using the words below kinetic الكينيتيك والكيميكال والالكتريكال. اول سؤال بيقول لك the energy stored in battery is a is chemical energy، طاقه كيميائيه تمام، او potential chemical energy. السؤال الثاني بيقول لك in remote controlled toy batteries chemical energy is converted into a electric energy which is converted into kinetic energy or sound energy. يبقى الطاقة الكيميائية بتتحول لكهربية، والطاقة الكهربائية بتتحول لحركة أو صوت أو أي صورة من صور الطاقة أنت عايزها بعد كده. يبقى الكلمات دي مهمة جدا، اللي بين الأقواس هي اللي احنا استخدمناها في الإجابة على الإيه؟ على السؤال. هناخد دلوقتي بقى أهم وآخر أكتيفيتي في ليسون 1 اللي هو الأكتيفيتي نمبر 3، مارس روفر أو مستكشف المريخ. ودي عربة كده أو روبوت كبير
شبه العربية اللي بتمشي بريموت كنترول اللي احنا شفناها في الاكتيفيتي اللي فات، زي ما انت شايف كده بيعملوا عليه ابحاث وتجارب على الرمال علشان يشوفوا ايه عيوبه ويطوروه قبل ما يبعتوه المريخ. بقول لك have you ever seen a picture of an exploration rover in Mars؟ يعني هل انت شفت مستكشف المريخ ده قبل كده او الروبوت ده؟ بقول لك بقى this rover المستكشف ده shown in the picture below needs energy to be operated. هو محتاج لإيه؟ للطاقة عشان يشتغل، هو مش هيشتغل من غير طاقة يعني أو كهرباء. So it can explore Mars، يقدر يكتشف المريخ. Have you thought about how it gets the energy it requires to be operated؟ يعني هل أنت فكرت قبل كده هو بيجيب الطاقة بتاعته دي منين؟ يعني لو بطارياته خلصت مين اللي هيطلع المريخ علشان إيه يغير له البطاريات بتاعته؟ طبعا مفيش، لازم يكون عنده وسيلة أو طريقة يقدر بيها يغير أو يشحن بطارياته لوحده، ويكون متبرمج على كده بحيث كل ما البطارية تقف يقف ويستخدم الطريقة دي بحيث يشحنها تاني. ايه بقى مصدر الطاقة اللي هو هيستخدمه وهيكون موجود على المريخ على طول؟ فلو جيت تفكر كده مش هتلاقي افضل من الواح الطاقة الشمسية. خلاص، فبيقول لك اهو ان مارس از اباوت 54 مليون كيلومتر فروم ايرث، سو ذات سبيس كرافتس ويل تيك اباوت 6 مانثس تو جو ذس ذات ديستانس. يعني بيقول لك ان لو عندنا سفينة فضائية عايزة تروح له وتشحنه هتقعد 6 شهور. طب ازاي بقى؟ ما ينفعش طبعا. بيقول لك بقى in the last few years man has sent many missions to Mars. All these missions had remotely operated vehicles or robots. وكل الأجهزة اللي بعتوها دي لازم تكون بالريموت كنترول وروبوتات قادرة إنها تشتغل فترات طويلة جدا، والبطاريات اللي جواها تقدر تعيش سنين طويلة من غير ما تبوظ. بس برضو بتشحن منين؟ ما جاوبناش على السؤال. فهتشوف بقى دلوقتي ان الروبوت ده بيقدر يطلع الواح طاقه شمسيه كده، يفتحها كده قدامه ويبدا يستخدم ضوء الشمس في ان هو ايه يشحن البطاريات بتاعته. ماشي يا ولاد؟ يبقى هما العلماء وهم بيصمموه خدوا بالهم من الحاجات دي كلها وحطوا فيه حساسات وحاجات للبطاريه بحيث ان هو يقدر ايه يشحنها لو حصل لها اي مشكله. فبقول لك اهو ذا مارس روفر كيريوسيتي المستكشف بتاع المريخ ده which travels on the surface of Mars is one of the most well known of these robots، واحد من أشهر الروبوتات دي. and these robots like remote controlled toys required energy to be operated but the batteries used in these toys cannot be used in these robots as they are too distant from store or charge بلاج اون ايرث. يعني بيقول لك البطاريات اللي في العربيه الريموت كنترول هي شبه البطاريات دي بس مش قوي، لازم تكون دي بطاريات مختلفه، لان البطاريات اللي عندك في العربيه الريموت كنترول بتقدر ان انت تشحنها وتحطها في الشاحن وتعيد استخدامها تاني، لكن الجهاز بقى اللي هو على المريخ ده تقدر تقول لي مين اللي هيشحنه تاني؟ طب والحل ايه؟ قال لك بقى ذا كيريوسيتي اكسبلوريشن روفر يوزز سولار بانلز، بيستخدم بقى الواح الطاقه الشمسيه اللي انت شايفها دي and batteries which are charged by solar energy، البطاريات اللي بتشتغل بالطاقة الشمسية as a resource of energy كمصدر من الطاقة where the solar panels on the rover convert solar energy into electric energy which is used to charge the rover batteries، اللي بتستخدم في شحن البطاريات بتاعة الايه الروبوت ده او الروفر ده. يبقى هو بيفهمك وبيقول لك انهم دمجوا الفكرتين مع بعض، فكرة الالواح بتاعة الطاقة الشمسية اللي بتنتج كهرباء، وفكرة ان انا احط بطاريات تتشحن لوحدها من غير ما كل شوية حد يقعد يحاول يشحنها او حد يضطر يسافر ويروح 6 شهور في الفضاء علشان يغير البطاريات بتاعته. يبقى الاختراعين دول اندمجوا مع بعض عشان يقدروا يعملوا الروفر اللي انت شايفه ده، وواضح ان هم عاملين له 6 عجلات وعجلات تانية استبنوا وحاجات، عاملين حسابهم يعني على اي اعطال ممكن تحصل واي حوادث ممكن يتعرض ليها بحيث ان مفيش حد يقدر يتدخل ويروح ايه يصلحه في الفضاء. لا، يبقى احنا لازم نعمل احتياطات لكل حاجة. خلاص يا ولاد. بعد كده بيقول لك the electric energy from the batteries، الكهرباء بقى اللي هتطلع من البطاريات. تمام، باور ذا فيكل، بتدي العجل ده او المواتير اللي في العجل الطاقه بتاعتها. خلاص، سنسورز اند ذا الكتريك انرجي از اولسو ترانسفورمد انتو كاينتيك انرجي، بتتحول لطاقه حركه.
and thermal energy وبعض الحرارة as the vehicle move across Mars surface، لأن العربية دي بتتحرك على سطح الايه المريخ. يعني بيقول لك ان بعد ما البطارية تتشحن الكهرباء بتبدأ تطلع منها وتدخل على المواتير اللي في العجل وتخلي تتحول لطاقة كينيتك او طاقة حركية وتخلي العجل يتحرك علشان الروبوت يقدر يمشي على سطح المريخ ويتجول ويستكشف الايه كل الاجزاء اللي هو عايزها. يبقى احنا دمجنا بين الفكرة بتاعت الواح الطاقة الشمسية بالفكرة بتاعت التحكم بالريموت كنترول، وحطينا بطاريات علشان نعمل الجهاز اللي انت شايفه قدامك ده، او مستكشف المريخ، او ممكن كمان يستخدموه هنا في كوكب الارض، يستكشفوا بقاع المحيط، يستكشفوا باي حاجة الانسان ما بيقدرش يروحها او اماكن صعبة على الانسان ان هو يكون متواجد فيها يعني او موجود فيها. خلاص يا ولاد، وبكده نكون خلصنا ليسون 1. تعالوا بقى ناخد اهم الاسئله. بيقول لك تشيك يور اندرستاندينج، كومبليت ذا فولوينج سنتنسز يوزنج ذيس ووردز، برضو كاينيتك والكتريكال وسولار. بيقول لك ذا سولار بانلز اون ذا كيوريوسيتي اكسبلوريشن روفر كونفيرت اي انرجي ويتش از كونفيرتد انتو نقط اند ثيرمال انرجي. يبقى كونفيرت سولار انرجي ويتش از كونفيرتد انتو الكتريك اند كيمي اند ثيرمال انرجي، بتتحول لطاقه كهربيه وطاقه ايه وطاقه حركيه. خلاص يا ولاد، يبقى الموضوع بسيط جدا والاسئله سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. يبقى ضوء الشمس بيتحول لطاقه ايه، لطاقه كهربيه، والطاقه الكهربيه بتتحول لكاينتيك وثيرمال بعد كده علشان الجهاز يقدر يشتغل او يمشي. اعزائي الطلاب، وبكده نكون خلصنا الفيديو النهارده. اتمنى تكونوا استفدتم، واتمنى تشتركوا معايا في القناه. سعدت وتشرفت بيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.